السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل طبق كبدة بالردة. هنشوف المكونات معانا. معانا كبدة، ومعانا معلقة ثوم كبيرة زي ما احنا شايفين، ومعانا عصير ليمونة كبيرة، وفلفل اسمر، وبهارات لحمة وكمون وكزبرة، ومعانا كمان معلقة ملح. يبقى البهارات تاني ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وسبع بهارات. هنعمل ايه بقى؟ هناخد المكونات دي. هناخد الثوم، وهناخد معانا خل، وهناخد البهارات عليه اهو كلها، وهناخد الليمونة كل حاجة، وهناخد وهناخد فنجال خل كده، مقدار يعني نص كوباية صغيرة زي ما احنا شايفين اهو. وهندوب كل المكونات دي، ونتبل فيها الكبدة اهو زي ما احنا شايفين اهو. المكونات عندي كلها مع بعضيها اهو، وانا حاطة الكبدة في مصفى تتصفى اهو زي ما احنا شايفين. انا مديها شطفة وهي متقطعة شرايح بالطريقة دي اهو زي ما انت شايفة اهو. واحنا بنقلي لانها كبيرة هنصغرها، ونبدأ نتبل واحدتين كده بالطريقة دي زي ما احنا شايفين اهو. نخلي التتبيلة كلها تيجي على على الكبدة اهو بالشكل ده اهو. هنسيبها بقى فيها شوية كده ربع ساعة، وبعدين نبدأ نقليها بالردة. دي التتبيلة بتاعتها اللي بيعملوها في المحلات، واللي بتشتروها وعملوها في البيت انضف واحسن، وهتدوق طعمها تلاقوه جميل جدا اهي. هنسيبها شوية كده تتبل، ومعنا هنا الردة مجهزينها اللي هنقلي بيها، ونشوف بعد كده هنقلي الكبدة ازاي. هبدأ بقى حبايبي اتبل الكبدة في الردة زي ما احنا شايفين كده. هاخد بقى كام حتة كده اهو، اجيبهم من تحت اهي، اجيبها من تحت كده احطها اهي. ادي حتة، سيبك من شكلها، هي قبل ما تحط في الردة هتبقى نظامها مش منتظمة. هوريك هنعملها شكلها منتظمة ازاي، بس كل حتة تبقى منفصلة هوريك ازاي. هوريك الشوية دول الاول اللي انا هعملهم. انا حطيتهم في العلبة فيها ردة، الردة معلاش اي حاجة، ردة بس، لا ملح ولا بهارات ولا اي حاجة، وافضل اعمل كده اهو. هعملهم في العلبة كده هو ده الردة هتروح على كل حاجة فيه. هنفتح كده ونشوف اهو، شايفين الردة جت على كل قطعة الكبدة. لو ما فيش حتة مش مطالة انا هعمم عليها الكبدة. هاخد الحتة كده على البلانشة، شوف الشكل عامل ازاي، مش منتظم الشكل كده، مش منتظم. طب هنعمل هنظبط بقى، نشوف هي عاملة ازاي، طريقتها ازاي، ونحط على الحتة اللي ما فيهاش ردة، نظبطها كده من فوق ومن تحت اهو. الردة عليها كلها اهو زي ما احنا شايفين اهو. هخليها زي ما هي، هعمل دي كده عليها كده، ودي عليها كده زي ما هي، مجرد ان انا هخلي الحتة دي طولية والتانية تبقى بالعرض اهو، بس زي ما احنا شايفين كده. واخد الحتة اللي هي اتعملت احطها في الردة كده وارجعها، والحتة التانية احطها في الردة كده وارجعها، بس اللي بعديها اهي دي هلاقي حتة شمال كده وحتة يمين مش مظبوطة، دول كده خلصوا خلاص. هاخد الاتنين اللي بعديهم اهم، هروح اعملهم بالطول.
ما يجراش حاجه، حته الكبده تبقى طويله كده حتى تتحط في سندوتش بتبقى حلو اهي. والحته اللي اتقطعت احط عليها رده واجيبها، احط عليها رده واجيبها، هفضل بقى كده اهو اهو. دي خلاص دي شكلها منتظم خلاص، دي مش هعمل فيها حاجه، هعمم عليها الرده وايه وخلاص. واخد مجموعه تانية احطها زي انا عملت الايه التانيين، هغطي العلبه اهي اهي عشان تبقى كل الايه الرد عليها بنفس الطريقه اهي. اخلص بقى كل الكميه دي واوريكم الشكل بتاعها. اهو يا حبايبي الكبده بعد ما حطيت عليها الرده، وبرده كده ايه عشان هي طبعا اتعملت مره واحده، هرش عليها حبه كده احتياطي اهو، حبه رده لانها ايه بتشرب الايه الرده، على بال ما اقليها شويه شويه كده الاقيها شربت الايه الرده ايه بتاعتها. وهقليها دلوقتي معاكم على البوتاجاز وهنشوفها. هبدا يا حبايبي نقل الكبده مع بعض اهو بالراحه، ما بتاخدش ثواني الكبده، ما بتاخدش ثواني في النار، خلي بالك على طول مجرد ما تحطي تقلبي تشيلي على طول خالص كده اهو زي ما انت شايفه كده. واحنا هم جاهزين الطبق اللي هنطلع فيه، هنفرش عليه ورقه زيت وعلى طول اهي هقلبها هقلبها على طول. شايفه شكلها احمر في دقيقه، ما تاخدش حاجه طالما الزيت كمان سخن، كان سخن ما تغيبهاش، يا دوبك تشم النار لان نص سواها كان في التتبيله اه. انا هوريك بس شكلها وهي متحمره يبقى شكلها ازاي علشان ايه تبقي عارفه. اهو يا حبايبي طبق الكبده بالرده زي ما انتوا شايفين اهو، وبتقدم معاه بطاطس محمره وبالهنا والشفا. وما تنسوناش من الاشتراك واللايك والتعليقات الكويسه والبناءة والحلوة، وأي طلبات اطلبوها وأنا تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.